صيد الريم. أشهر مسلسل تونسي عرض لأول مرة في رمضان عام 2008 على قناة تونس 21، وهو من إخراج علي منصور وإنتاج التلفزة، وهو يطرح قضية التحرش في المعامل، لكنه أثار العديد من ردود الفعل السيئة خاصة من قبل العاملين بالمعامل وأوليائهم وأصحاب المعامل وبعض النقابات، وأثار الانقسامات في الشارع التونسي بين مؤيد ومعارض للمسلسل. ستشاهدون في هذا الفيديو كيف أصبح أبطال هذا المسلسل اليوم. إخواني في الله، أحتاج 10 ثواني فقط من وقتك. صلي على رسول الله صلى الله عليه وسلم. هل صليت؟ جيد، والآن قم بالاستغفار 10 مرات. الآن قد فزت بثواب. بسم الله لنبدأ الفيديو. سناء يوسف بدور ريم، عمرها اليوم 39 سنة. زياد المكي بدور مانع، فتحي الهداوي بدور رئيف، عمره اليوم 61 سنة. عفاف بن محمود في دور نرجس، عمرها اليوم 44 سنة. محمد علي بن جمعة بدور اسكندر، عمره اليوم 52 سنة. منال عبد القوي بدور مالكة. لطفي العبدلي في دور سهيل، 53 سنة. جميلة الميساوي في دور شيراز، 53 سنة. أمال علوان في دور آمال، عمرها اليوم 53 سنة. دليلة مفتاحي في دور منجية، عمرها اليوم 62 سنة. عبد العزيز المحرزي في دور الطاهر، عمره اليوم 74 سنة. رؤوف بن عمر في دور عدنان، عمره اليوم 76 سنة. قابيل السياري في دور إبراهيم، عائشة خياري في دور مريم،
عيسى حراث. عمره اليوم 82 سنة.